هتولي لو تجي للحق محمد بن وداعش قال مو شعلنها طق بطق اخذ كفه هتف باسمه علي الرايه علي الايه علي علم البحر واغمق علي هارون من موسى وهبوب اذيب نتنشق او علي لو ما تدارك نوح شاغط والسفينه شراعها تشقق او علي يوم النخاد النون خلى الحوت ببطون البحر تطلق او علي هدل المسيح بليل من شاف المسيح بخشبته تشبك ياهو اللي رجع توبه وياهو اللي قرأ التوبة سورة براءة تذكرون من ودع على أبو بكر وقال له الله بلغني لا يقرأها إلا أنا أو رجل مني 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 من نفسي ياهو اللي رجع توبة وياهو اللي قرأ التوبة علي نش الزلم جدام نش البك ثجيل حكاية الوجدان والقصة طبعها من الخجل تعرك والله العاد أبو الحسنين الفنع على بيمنين ما ينشك وهذا ترى ما بالغ الرجال ما قال شيء الشاعر ما بالغ من قال شاغط والسفينة شراحها تشقق تتذكرون مو قبل سنيات وموجودة الآن في روسيا اكتشفت عن خشبة من لوح لنبي الله نوح من سفينة نوح وموجودة وعليها بالعبرية الأسماء الخمسة محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين